عباس النوري قصة حياتي أبو عصام في مسلسل باب الحارة فيديو. عمل ميكانيكي للسيارات منع من الدراسة في سوريا. قصة حياة وأسرار لا تعرفها عن عباس النوري الذي أعتبر أن صلاح الدين كذبة فيديو. من منا لا يعرف شخصية أبو عصام في مسلسل باب الحارة؟ يعد الفنان السوري عباس النوري مبدع هذه الشخصية التي أتقن تجسيدها وأصبحت من أهم الأدوار التي قام بها طوال مسيرته الفنية، وبجانب ذلك قدم أعمالا فنية خالدة. حياة عباس النوري ونشأته. هو ممثل وكاتب ومخرج سوري، ولد في حي القمرية في مدينة دمشق بسوريا في 8 ديسمبر عام 1952، وبدأ مشواره الفني منذ عام 1976. تزوج الفنان عباس من المؤلفة والكاتبة السورية عنودة خالدة، وأنجب منها 3 أبناء، وهم رنيم أخصائية تغذية وميار وهو ممثل ومخرج وريبال، كما لديه حفيدتان وهما سلطان وتاج من ابنته رنيم. عشق عباس منذ صغره بقراءة الكتب السينمائية والمسرحية، ولهذا السبب قرر الالتحاق بنادي الثقافة بالحي الذي ولد فيه، وشكل مع أعضاء النادي فرقة مسرحية تحت اسم فرقة الأضواء، وقدمت الفرقة عدة مسرحيات. قبل أن يدخل الفن لقي معارضة شديدة من أسرته التي فضلت أن يمتهن أي مهنة أخرى بعيدا عن الفن، ولكن إصرار عباس وحبه للفن جعلت أسرته ترضخ لقراره. مشواره الفني. بدأ الفنان عباس النوري مشواره الفني في 70s حينما شارك في نادي الثقافة في حيه وشكل فرقة الأضواء المسرحية. وفي الجامعة شارك في مسرح الجامعة تحت إدارة المخرج فواز الساجر، وقدم مسرحيات مهمة منها رسول من قرية تميره، وهي مسرحية للكاتب المسرحي محمود دياب وقدمت باللغة العربية الفصحى. انتقل عباس إلى التلفزيون بفضل الفنان سليم صبري حينما اختاره للمشاركة في خماسية تلفزيونية تحمل عنوان سمر، وحقق شهرة كبيرة في هذا العمل، فاختاره المخرجون في أعمال فنية مختلفة. ففي عام 1979 شارك في مسلسل أحلام منتصف الليل، وفي 80s شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومنها فيلم حب للحياة واو، قتل عن طريق التسلسل واو، التقرير. ومن المسلسلات التي قدمها قلوب دافئة واو، لك يا شام واو، يومية ضاحكة واو، الطبيبة واو، الهجرة إلى الوطن واو، خداعا زمن صامتي وغيرها. وفي 90s واصل تقديم أعمال فنية متنوعة، فشارك في مسلسل يوميات مرحة ولعبة للمستقبل في عام 1990، وفي العام التالي شارك في مسلسل هجرة القلوب إلى القلوب، ومسلسل قبض الريح واو، عسل الشوك والخشخاش واو، أبو. وفي عام 1992 شارك في مسلسل مختصر مفيد واو، أيام شامية واو، الدغري واو، أحلام مؤجلة، وفي العام التالي شارك في سهرات تلفزيونية متنوعة، كما شارك في مسلسل أبناء وأمهات واو، أبو كامل. وفي عام 1994 شارك في مسلسل قضية تمام، وفي العام التالي شارك في مسلسل نهارات الدفل واو، أيام أبي المنقذ واو، الصوت والصدى واو، الحب والكراهية، وفيلم سوها. وفي عام 1996 شارك في مسلسل القصاص. وحتى بداية الألفينات شارك عباس في أعمال تلفزيونية ناجحة جدا، منها أنشود الأمل واو، الخيزران واو، النصية واو، حمام القيشاني، وبنت الضرة واو، ليل المسافرين. وفي عام 2000 شارك في مسلسل فرصة العمر واو، الدرب الطويل، وبعدها بعام شارك في مسلسل هروب واو، مغامرات صيفية، وفي عام 2002 شارك في مسلسل قطار المسافات القصيرة، وفيلم صورة، ومسلسل ردم الأساطير واو، الأرواح المهاجرة. وفي عام 2003 شارك في مسلسل زمان الصمت واو،
حروف يكتبها المطر، واو بيت العز، واو الشتات. وفي عام 2004 شارك في مسلسل ليالي صالح، واو قتل الربيع، واو بقعة ضوء، واو أزواج، واو أبو زيد الهلالي. وفي عام 2005 شارك في مسلسل رجاها ومسلسل الطريق الوعري، وبعدها بعام شارك في مسلسل باب الحارة، وجسد فيها شخصية شوب أو أبا عصام التي تعد من أهم أعماله الفنية، وحقق شهرة كبيرة بفضل هذه الشخصية. وشارك عباس في مسلسل باب الحارة في 6 أجزاء، وهم الجزء الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والتاسع. في عام 2007 شارك في مسلسل ممرات ضيقة، واو على حافة الهوية، واو الحصر الشامي، واو الاجتياح، واو أشياء تشبه الحب. وفي العام التالي شارك في مسلسل ليس سرابا، واو أولاد القيمرية، واو أبو جعفر المنصور. وفي عام 2009 شارك في مسلسل قلبي معكم، واو شتاء ساخن، واو وأولاد القيمرية، واو الحصر الشامي. وفي العام التالي شارك في مسلسل سقوط الخلافة، حيث جسد شخصية عبد الحميد الثاني، وشارك في أهل الراية، واو الخبز الحرامي. وفي عام 2011 شارك في مسلسل طالع الفضة، واو تعبي المشواري، واو العشق الحرامي. وفي عام 2012 شارك في الأميمي، وبعدها بعام شارك في مسلسل صرخة روح، واو سكر وسطين. وفي عام 2014 شارك في مسلسل الغربالي، وفي عام 2015 شارك في مسلسل عناية مشددة، واو شهر زمان، واو الغربالي. وفي عام 2016 شارك في صرخة روح، واو أحمر. وبعدها قدم أعمالا فنية ناجحة، منها شارع شيكاغو، واو دارين، واو بصمة حدا، واو حارة القبة، واو بناية هب الريح، واو ولاد البلد، واو مع وقف التنفيذ. وآخر أعماله الفنية مسلسل حارة القبة. أبرز المعلومات عن عباس النوري: أخرج العديد من الأعمال الفنية، منها ما بتخلص حكايتنا، وفيلم مشروع أمن، واو ذاكرة صعبة، واو الخطيبة، وغيرها. لديه مؤلفات فنية مختلفة، منها مسلسل طالع فضة، واو أولاد القيمرية، واو شاميات عباس النوري، واو مشروع أم، واو ذاكرة صعبة. كما كتب كلمات شارة مسلسل الأمين. حصل على عدة جوائز، منها جائزة التكريم لمهرجان أدونيا عام 2007، وجائزة أفضل ممثل عن مسلسل ليس سرابا عام 2008، وجائزة أفضل ممثل عربي لعام 2009. وصل إلى العالمية بعد مشاركته في المسلسل العربي الاجتياحي، حيث حصل المسلسل على جائزة إيمي أفضل مسلسل أجنبي.